أعمل على تدقيق الحسابات لمنظمة أطباء بلا حدود الموجودة بالمشاريع في الموصل. صراحة نواجه شوية صعوبات حاليا مع وباء كورونا، فهي هاي يعني التحديات اللي نواجهها حاليا بأربيل، انه كيف ابقى بالبيت واروح للدوام وانتبه على ابني او ما اخذ الفيروس، لانه هم اخاف على اهلي وعلى ابني وعلى نفسي بنفس الوقت. انه تقدم لي الفرصة انه اشتغل مع جنسيات مختلفة، خلفيات مختلفة، مع ناس مو من نفس بلدي، وجهات نظر مختلفة ايضا، بس بالأخير إنه إحنا هدفنا واحد، إنه نقدم المساعدة والخدمات الصحية للناس اللي هي أكثر حاجة وين ما كان بأي مكان كان.